حين تحلق النسور. تأتي ذكرى معركة الكرامة التي خط فيها جنود الوطن حروف النصر بدمائهم العطرة، مناسبة وطنية نستذكر فيها شهداء مضوا على درب العزة والشهامة، رجالا قدموا أرواحهم النفيسة فداء للوطن وحماية لعزته ومنعته، ومنهم الشهيدان موفق السلطي وفراس العجلوني، اللذان حلقا عاليا ومبكرا ليكونا نبراسا لمن تبعهما. كان موفق السلطي حينها شابا في مقتبل العمر، يلقب بالنسر بين رفاقه ويحب ممارسة الرياضة، وكثيرا ما وقف في المباريات أمام قائد سربه فراس العجلوني. وفي صباح اليوم 13 من تشرين الثاني عام 1966 للميلاد، دوت صفارات الإنذار في قاعدة الحسين الجوية، فهب السلطي لتلبية نداء الواجب. حلق السلطي ورفاقه نحو قرية السموع في الخليل، وباغت قوات العدو وانقضوا عليها لتبدأ المعركة معدودة الدقائق، فانسحبت طائرات العدو وعادت الطائرات الأردنية إلى مقرها، وكانت آخرها طائرة السلطي الذي أراد أن يطمئن على رفاقه، وإذا بسبع طائرات للعدو تحاصره وتصيب طائرته، وعلى الرغم من أنه استطاع القفز بالمظلة إلا أن الطائرات لاحقته برشاشاتها حتى استشهد على الحدود الأردنية الفلسطينية. دفن السلطي في المقابر الملكية بعد أن أقيمت له جنازة عسكرية كبيرة، وقال عنه الملك الحسين المغفور له بإذن الله: الله لا يحرمنا الشهادة التي أعطاك إياها. وأطلق اسمه على إحدى القواعد العسكرية التابعة لسلاح الجو الأردني الواقعة في منطقة الأزرق. وأما فراس العجلوني الذي لم يكن مع زميله في الطائرة ذاتها، فقد كان عاشقا للطيران، أتقن جميع فنونه الاستعراضية والقتالية على حد سواء. أبلى فراس العجلوني وزملاؤه في حرب الخامس من حزيران عام 1967 للميلاد بلاء حسنا، واستطاع أن يضرب مطارات العدو وأن يدمر مواقعهم العسكرية. فعاد بعدها العجلوني ورفاقه إلى قاعدة الملك الحسين الجوية في المفرق من أجل تزويد الطائرات بالوقود والذخيرة لاستكمال مهمتهم العسكرية، وكانت طائرات العدو تترصده، وقبل الإقلاع بطائرته أصابته فاستشهد، وكان أول أردني عربي يضرب العدو ويعود إلى القاعدة العسكرية. لا تزال سيرة فراس العجلوني بعد أكثر من نصف قرن على استشهاده حاضرة بكل تفاصيلها في المشهد الأردني. لم تكن تضحية فراس بروحه غريبة على شخص نبت في بيئة خصبة أسهمت في تكوين هذه الشخصية النضالية والوطنية، إذ كان والده اللواء محمد علي العجلوني أحد المشاركين في الثورة العربية الكبرى التي أعلنها الشريف الحسين بن علي عام 1916 للميلاد. وتكريما لفراس العجلوني وتخليدا لذكراه الطيبة، أطلق اسم فراس العجلوني على شارع في محافظة إربد، وسميت مدرسة باسمه، وصدر كتاب للصغار بعنوان أسد فوق حيفا للكاتبة الأردنية روضة الفرخ الهدهد، التي قالت عنه: لأن فراسا كان ضمير جيل بأكمله، لأن فراسا جمع بين المبدأ والتطبيق، آمن بالقضية الفلسطينية واستشهد لأجلها. مضى السلطي والعجلوني ورفاقهما على درب كايد مفلح العبيدات ومحمد حمد الحنيطي وغيرهم من الأبطال الذين استشهدوا دفاعا عن عروبة فلسطين، فغدت سيرتهم ريحا طيبة يستنشقها الشعب الأردني، ويتعلم منها أن الإنسان العربي يستطيع أن يفعل المستحيل وينتصر في المعركة بالإرادة والتحدي والتدريب
وبأن قضية فلسطين هي قضية كل عربي.